اهلا بيكم معانا من الفاصل. دلوقتي بعرفكم على مدربه سكوتر وصاحبه اكاديميه لتعليم سواقه الدراجات الناريه، مع انها خريجه اعلام وشغاله في مجال الاتصالات. اهلا بيكي الاستاذه ولاء زهير عبد اللطيف. اهلا بيكي منوراني. اهلا بيكي يا حبيبتي. احكي لنا بقى قصه الاكاديميه دي، وانك اصلا قصه السكوتر وتعليم الفتيات ده ابتدى معاكي ازاي؟ بصي، هو انا عادي كاي بنت عاديه جدا، اتخرجت من الكليه منتظر ان انا اشتغل في المجال بتاعي. خبطت شويه بس طبعا يعني ما توفقتش في المكان، لان انا ما كنتش حابه قوي الموضوع. انا من زمان بحب السكوترز والبايكس، اي حاجه بعجلتين كنت بحبها، فكنت بركب عجل وانا صغيره. يعني كان في دماغي دايما حلم كده ان انا في يوم من الايام هجرب بس اركب موتوسيكل على الاقل. بس يعني الحلم ده معاكي من زمان؟ وانا صغيره، من وانتي صغيره؟ تمام. يعني انا بحب، يعني انتي الحلم واضح اهو معاها من وهي صغيره. يعني انا بحب من زمان، كنت ببص دايما على الناس وهي راكبه موتوسيكل، ايه ده ازاي سايقه جميل قوي، شكله حلو، صوته حلو. فقلت لا، انا لازم يعني افكر في الموضوع بشكل جدي شويه، بس يعني اما تتيح لي يعني الفرصه. يعني اتخرجت واشتغلت في شركه. بعد كده بدات ان انا اقول لاهلي انا عايزه اعمل كذا كذا، حتى في الشغل يعني معايا كنت بقول لهم نفسي اعمل كذا. يعني لا لا لا، الموضوع ده صعب قوي، ازاي ده رجاله بس اللي بتركب موتوسيكلات، ما ينفعش، انت بنت وهتقعي وهيحصل وهيغلسوا عليكي. يعني سكت عادي في الاول. يعني اتردد انت كل ده ما كنتيش جربتي اصلا لسه تركبي خالص ولا مره في حياتك؟ بس بعد كده اتجوزت وبعدين واشتغلتي في اتصالات ولا لسه شغاله في اتصالات؟ لا، انا شغاله فيها من قبل ما اتجوز، ومن ساعه ما اتخرجت لحد دلوقتي انا لسه في الشركه عادي. الفكره بس ان انا قبل فرحي بحوالي شهر بالظبط قلت لازم اجرب كل اللي نفسي فيه احسن اتجوز وما يخلينيش اعمل اي حاجه. عسل قوي. قلت لا، انا لازم ايه يعني لازم اجرب اللي انا عايزاه بسرعه. فايه، رحت فعلا اتعلمت مع مجموعه بنات كده ان انا اتعلم سكوتر. يعني ده كان قبل ما تتجوزي بقد ايه؟ بشهر بالظبط، يعني قبل كنت فرح بشهر. كنت خلاص عارفاه وخلاص ناويين هتتجوزوا؟ يعني من كنت قايله له بقى ساعتها انك هتجربي او هتتعلمي؟ انا هجرب بس وعادي، يعني تجربه، مش هعمل حاجه، مش هشتري ومش عارف ايه وكده. تمام تمام تمام، خلاص جربته واتبسطت بالفكره وخلاص، والموضوع اتقفل على كده. اتجوزت فخلفت، فالموضوع طبعا ما بقاش نافع دلوقتي. انت مخلفه كام؟ عندي ولدين. ربنا يخليهم لك. عندهم كام سنه دلوقتي؟ 6 و4 ما شاء الله، دم وفارس. فهو الفكره بقى ان الموضوع يعني ام واطفال صغيره، فما ينفعش، هيبقى الموضوع صعب. بدات بقى افكر تاني في الموضوع بعد ما الولد الصغير كمل سنتين، فقلت طب انا نفسي اجيب بقى، لا مش هينفع كده، وبعدين الزحمه والدنيا مواصلات، لا مش صعب الموضوع قوي يعني. فبدات اقترح عليه، قلت له طب بص انا هجيبه، هنشتري سكوتر، هنشتري، مش قلت له هشتري عشان برضو احسسه ان الموضوع اصلا هو بتاعك انت، انا بس هاخده اجربه كده على شوفوا يعني شوفوا على جنب برضه. شوفوا انت برج ايه؟ يعني انا ادلو ادلو، بص اسلوب الكلام هنجيبه. يعني هندلته شويه كاستمر سيرفيس بقى وكده يعني. أيوة. فقلت له ايه، بص يعني انا هنجيبه، انت هيبقى بتاعك، انا بس هبقى استخدمه يعني كده معاك وبتاع، جرب يعني ايه المشكله. انت كنت حاسه اصلا ان هو ليه في الموضوع ده؟ يعني اللي هو ممكن يفكر عادي، هو بيركب برضو سكوترز، بيركب يعني بيركب عادي عجل وكده، وبيجرب مع اصحابه كشباب عادي يعني. فقلت له طيب خلاص يلا نجيب، لا مش هينفع، ولو ركبتيه الناس هتضايقك ومش عارف ايه، نفس الكلام برضو. فشويه شويه شويه لحد ما بدات ايه اقنعته، قلت له بص احنا هنجيبه، ولو الموضوع فيه مشكله خلاص نبيعه، ايه المشكله يعني. طب تمام خلاص، اشترينا فعلا، وهو اللي علمني يعني. يعني هو اللي لما جبناه هو اللي جابه من المعرض، وهو اللي خلاني بدات اجربه واحده واحده لحد ما بدات اطلع بيه، وبدا هو يمشي ورايا بعربيه عشان يشوفني همشي ازاي في الشارع. الموضوع خد وقت شويه وبدات اطلع، الموضوع كان شخصي خالص يعني ليا انا، بروح بيه شغلي، باركين في الشركه، الشركه كلها كانت مستغرباني في الاول، اللي هو الموضوع صعب قوي يعني انت بتعملي ده بس. طب لا، احنا نعمل وقفه هنا ونتفرج. أيوة. على الصور وعشان نتخيلها احنا كمان. أيوة. يلا بينا. الموضوع ايوه بقى. احكي لنا احكي لنا. دول بنات انا علمتهم يعني، بناتي الاعزاء دول طلعوا معانا رايد، دي كانت زميلتي في الجامعه وانا علمتها برضو. انت بقيتي بقى يعني محمسه بنات كتير قوي. ايوه امينه برضو معايا لحد دلوقتي، على تواصل كلهم معايا لحد دلوقتي، بنخرج مع بعض، دي كلها صور كانت في رايد برضو. وبتخرجوا مع بعض بسكوتر اكيد؟ كلهم بقى اشتروا سكوترز اتعلموا معايا. ايوه قوي. يعني ما كلهم البنات انا علمتهم، نورهان حلو حلو، انا اثناء كنا بننظم الرايد. يعني الموضوع لطيف قوي لانه مفيش زحمه، مفيش تكلفه،
التفويله كلها بتاخد مثلا 30 35 جنيه، حاجه بسيطه قوي. في اه طبعا. احكي لنا بقى انت فكره الاكاديميه، يعني انت من حته حلم كان وراكي، زوج كان رافض، ان انت بقى حققتي فعلا وعملتي اكاديميه لتعليم ده للفتيات ازاي؟ هو الموضوع طبعا بدا برضو ان انا الناس بدات تشوفني، يعني المحيط بتاعي، شغلي، قرايبي، زمايلي، صحابي، طب ايه، طب نوعه ايه، طب اشتري ازاي، طب اعمل ايه، طب انا نفسي اجرب، طب ممكن تعلميني. فبدات انا بقى طب انا ليه ما اخليش كل البنات اللي نفسها فعلا انها تتعلم تلاقي وسيله او تلاقي مكان على طول سهل تروح له، ما تعنيش زي ما انا مثلا في الاول ما كنتش عارفه، خاصه في بنات ما بتسوقش عجل، او في ناس كتير بقى انا اكتشفت ده بعدين في ناس كتير ما بتسوقش عجل. فاللي ما بيسوقش عجل ده بيبقى مفيش خالص توازن. مش من الثقافه تعليم البنات العجل. لا ده في كمان شاب، ما احنا بقينا بنعلم شباب بقى كمان، يعني كمان حتى الشباب لقيت فيهم ما بيسوقوش عجل. فبدات ان انا اعمل صفحه الفيسبوك زي مبادرة كده صغيرة، انا مثلا كذا وبعمل كذا واللي حابه يعني الاول. طب كنت معلش بروح سؤال، هو اللي عشان الواحد يركب سكوتر لازم يكون بيعرف يركب عجل؟ لا هو مش لازم، هو طبعا ده بيسهل يعني التوازن هو اول خطوة. تمام. لكن بيجي لي ناس كتير ما بتسوقش عجل، يعني من الناس اللي كانت موجودة في الرايد مثلا. طب بعد ما بتتعلم معاكي سكوتر بتعرف تركب عجل بعدها؟ يعني بيبقى الموضوع صعب شويه، لان العجله بس هي بتبقى مش عريضه، يعني هي رفيعه جدا، قعدتها مختلفه. الكرسي بتاع السكوتر مريح شويه، اعرض السكوتر نفسه بيبقى وازن نفسه على الارض، فبيبقى اسهل من العجله اصلا، خاصه للسن فيما بعد العشرين مثلا. بيبقى الموضوع لو هي اتعلمت سكوتر على طول بيبقى صعب عليها شويه العجله، فاهمه قصدي؟ بس يعني بدات بقى يلا اللي حابه تتعلم. بدات اروح بقى، يعني انا اصلا ساكنه يعني ناحيه شارتون نزهه وكده، بدات اروح للناس اعلمهم في اكتوبر، اروح الشروق، اروح العبور، انا كنت بروح لهم مكانهم الاول. بعد كده بدات اقول طب ما انا ممكن اشوف لو في بنات كمان حابه انها تتعلم معايا، بدات ادخل مدربات معايا. بقى المدربات بيروحوا للعميله في مكانها، في التجمع، في العبور، في الشروق، في اكتوبر، في اي مكان. بدات الاقي شباب بيسالوني انتوا بتعلموا شباب؟ بدات ادخل شباب مدربين معايا علموا الشباب ما كمان. شاء الله. فالموضوع بدا يكبر ما شاء الله، بقى فيه مدربين كمان في المنصوره، مدربين في اسكندريه، في حد في اسوان. انا فاهمه. كمان جوزك نفسه بقى يدرب معاكي وبقى بيعلم معايا هو طبعا ده، يعني حاجه جامده جدا. اشترى لقى الموضوع بقى ايه لطيف وكويس وكده، اشترى هو كمان موتوسيكل، يعني انا معايا سكوتر اوتوماتيك، هو معاه موتوسيكل مانيوال، اشتراه بقى بيروح بيه شغله هو شخصيا، وبقى كمان بيعلم معايا. ده يعني اسهل بكتير قوي. الموضوع بقى خلاص العربيات والركنه والكلام ده كله بالزبط. لا. طب اطول مسافه مشيتيها بالسكوتر قد ايه؟ اطول مسافه هي كانت في الرايد اللي انا طلعته قريب، رحنا من مدينه نصر طريق السويس، رحنا مدينتي بالسكوتر. ما شاء انا الله. ومجموعه البنات كانوا كلهم مبتدئات، كانوا اول مره يمشوا طريق ده. كام زي ده. كيلو تقريبا؟ يعني حوالي 25 كيلو تقريبا. تمام. يعني فدي كانت يعني من افضل المسافات اللي مشيتها، يعني مشيتها بسكوتر، يعني لان البنات كانوا اللي معايا كمان مبتدئات سواقه، كانوا لسه واخدين الكورس وشاريين ولسه بيقولوا يعني احنا هنطلع على الطريق. فالموضوع كنا بنشجع بعض، وكان الموضوع لطيف قوي بصراحه وقتها. فيعني هو الموضوع كله على بعضه، هو انا سهل، رخيص، بيوفر جدا في الفلوس، بيوفر في الوقت، مجهود. الموضوع الركنات ده طبعا حاجه فظيعه، يعني احلى منظر في الدنيا ما يبقى العربيات كلها كده في الزحمه في الطريق كده، وفي زي رو كده او زي طريق صغير كده لوحده امشي انا فيه جنب العربيات كلها واقفه، بيبقى احلى منظر في الدنيا. بصي ايوه بيريحني من جوايا. أيوة بس طبعا. فهو الموضوع يعني لطيف بصراحه ككل. يعني طب معلش سؤال بقى مش قادر لازم اسالك، اتعرضتي لاي مشاكل، معاكسه، اي حاجه وانت سايقه؟ بصي هو وارد يعني حصل، بس الحمد لله ما حصلتش حاجه كبيره تخليني اتخض او اقع او كده. فضول اللي هو مثلا ولد مثلا ماشي سايق عربيه يقرب بقى من السكوتر يشوف ايه ده انت بنت، فيتفرج بقى شويه، او مثلا ولد موتوسيكل صيني بقى واللي هو بيروشه بقى شويه اللي هو ايه يقرب قوي مني، واحد يعمل صوت جامد بالموتوسيكل بتاعه فيقلق اللي ماشيه، معاكسات من النوع ده. او بقى تشجيعات بصراحه، ودي كانت اكتر بكتير من موضوع المعاكسات. الاقي ناس ماشيه تعملي كده، ستات انا عايزه رقمك، انت بتعلمي فين، انت بتعملي ايه، لان انا طبعا برضو حتى اللوجو بتاع الاكاديمي عندي، فناس بتسال، بتبدا ناس بقى تشجعني، توسعلي الطريق، تعديني، تفتحلي مجال. فالموضوع بصراحه لا يعني اكتر من المعاكسات.